اهلا بحضراتكم من جديد. خلونا نشوف ابرز المانشيتات الموجوده في صحف مصر الصادره لهذا اليوم، وهنبدا مع حضراتكم من الاهرام وصدر الصفحه الاولى: اعلان القاهره لانهاء الصراع في ليبيا، وقف اطلاق النار، ومجلس رئاسي منتخب وتمثيل عادل لجميع الاقاليم. الرئيس السيسي يقول: نحذر من اصرار اي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة. دي كانت أبرز منشطات الأهرام، لكن سريعا الأخبار كتبت: أهم بنود مبادرة القاهرة للمصالحة الليبية، الارتكاز على مخرجات قمة برلين واستكمال مسار لجنة 5+5. خلونا نشوف رأي سريع عن هذا الموضوع وتعقيب دبلوماسي من السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. رأي حضرتك في المخرجات اللي شفناها بالأمس لهذا الاجتماع الهام، هل استطاعت مصر التأكيد بشكل واضح وصريح أمام العالم كله على كيفية إدارة الملف الليبي في هذا التوقيت؟ وهل الأطراف الأخرى في ليبيا التي ما زالت ترفض الحل السياسي باتت الآن في موقف مختلف أو باتت في ركن مختلف من القضية؟ يعني اسمح لي سيادتك بداية أني أشير إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن المبادرة المصرية الخاصة بحل الأزمة الليبية بتأتي في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. نعم. النقطة الثانية إن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية دي بتعد بمثابة خارطة طريق لحل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية. المبادرة المصرية التي أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بتؤكد من جديد الدور الريادي المؤثر لمصر في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من ان الامن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري. النقطة اللي في منتهى الاهمية ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على اهمية قيام كافة الدول والقوى الاقليمية والدولية والمنظمات الدولية المختلفة من اجل دعم هذه المبادرة من اجل انهاء الازمة الليبية. وهنا بنلاحظ ان السيد الرئيس أكد على أهمية قيام الأمم المتحدة بمسؤوليتها ودعوة الأطراف الليبية لاستئناف المفاوضات أو أعمال اللجنة العسكرية 5+5. نعم. واستئناف أو إطلاق العملية السياسية في جنيف بحضور، ودي في منتهى الأهمية ودي أول مرة يشار إليها، حضور ممثلين عن الأمم المتحدة، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، ممثلين عن الجامعة العربية، وممثلين عن دول الجوار الليبي والقوى الدولية المعنية بالملف أو بالشأن الليبي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية وضرورة وقف إطلاق النار اعتبارا من صباح غد 8 يونيو الجاري، ودعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغوط على كافة الجهات الأجنبية من أجل، وأنا بقول هنا الجهات الأجنبية وأعني تماما التدخل التركي السافر في الشأن الليبي. نعم. أهمية إخراج كافة المرتزقة والإرهابيين الذين قامت تركيا بإحضارهم من سوريا ومن تركيا إلى الأرض الليبية، وضرورة تفكيك الميليشيات الإرهابية وتسليم أسلحتها للجيش الوطني الليبي حتى يتمكن ويستطيع الجيش الوطني الليبي من القيام بمسؤولياته في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. إلى أي مدى سيادة السفير ما تعرف بحكومة الوفاق ممكن أنها تستجيب لهذه المبادرة؟ الحصول على أو نهب ثروات الشعب الليبي من النفط والغاز، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته من أجل العمل معا لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا ورفع المعاناة عن الشعب الليبي. سيادة سفير، إلى أي مدى حكومة الوفاق أو ما تعرف بحكومة الوفاق في ليبيا ممكن أنها تستجيب
لهذه المبادرة ويعني تستجيب لهذه الدعوات المصرية الليبية وأيضا الدولية في وقت كانت قبل ساعات بيهتفوا يعني مرحبين بالدور التركي في الأحداث الميدانية الأخيرة في ليبيا؟ يعني اسمح لي سيادتك ان انا اشير هنا الى نقطه في منتهى الاهميه. فضل. المجتمع الدولي يعلم علم اليقين ان حكومه الوفاق هي اداه طيعه في يد تركيا. حكومه الوفاق لا تملك من امرها شيء. قرارات حكومه الوفاق بتاتي من تركيا وليست من طرابلس. حكومه الوفاق عليها ان تثبت امام المجتمع الدولي اذا كانت حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة بين الأطراف الليبية وإعلاء المصلحة الليبية على المخططات التركية والمؤامرات التركية، عليها أن تثبت مدى جديتها في قبول السلام والعودة إلى دائرة المفاوضات الخاصة بحل الأزمة الليبية. ولكن المجتمع الدولي يعلم علم اليقين أن القرار في طرابلس ليس قرار حكومة الوفاق ولكن قرار الحكومة التركية. ومن هنا كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا من أجل ضرورة قيام القوى الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية لدعم هذه المبادرة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا ورفع المعاناة عن الشعب الليبي وحقن الدماء الليبية التي تم استنزافها أو التي تم إهدارها على الأراضي الليبية خلال السنوات الماضية. أنا بشكرك، شكرا جزيلا سيادة سفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإضاءات وعلى هذه الرؤية للموقف المصري من الأزمة الليبية. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. ويعني الحقيقة إن المشهد الرسمي المصري والزخم المصري اتجاه الأزمة الليبية كان مستمر ولم يتوقف، لم يتغير عن ثوابته من بداية الأزمة في ليبيا وحتى إعلان القاهرة الأخير. أيضا الترحيب الليبي من الأطراف التي لا تزال تبحث عن الحل السياسي، لا تزال تبحث عن عودة للهدوء إلى عموم أراضي ليبيا كان واضحا. أطراف إقليمية كثيرة رحبت بالتحركات المصرية الأخيرة وباللقاءات المصرية الليبية على أرض مصر اللي تمت مؤخرا، السعودية، الإمارات، دول وأطراف دولية أخرى تعلم جيدا ما في الأزمة الليبية من تدخلات خارجية، وبالتالي هي ترحب بكل المحاولات الباحثة عن الهدوء والاستقرار في أرض ليبيا الشقيقة. خلونا ناخد رأي آخر من الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذ أشرف. يعني الحقيقة الأزمة الليبية طالت وتعقدت وتعثرت كثيرا بأيدي غير ليبية. السؤال، هل تعي تركيا الدرس الآن ويعني تحاول أن تغير من طبيعتها في الأزمة الليبية أم نستمر في نفس هذا الصلف والتعنت التركي؟ بالفعل تسعة سنوات من للأسف الشديد التطورات السلبية في الساحة الليبية، كثير من الضحايا، كثير من التشظي وأيضا التشقق داخل المجتمع الليبي. الدولة الليبية عانت كثيرا، ثروات ليبيا منهوبة في السنوات الماضية بسبب تدخلات إقليمية تزج بكثير من عشرات إن لم يكن مئات وألاف المرتزقة والميليشيات الإرهابية، داعش والنصرة، أنصار الشريعة، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ما يعادل أكثر من 60 أو 70 تنظيم إرهابي موجود في ليبيا للأسف الشديد برعاية ومعية أطراف إقليمية ساعت الأحداث التخريب الممنهج في ليبيا كما نرى حاليا. وبالتالي كثير من المؤتمرات اللي عقدت طيلة السنوات الأربعة والخمس الماضية بدءا من جنيف ثم نيويورك ثم أيضا جامعة العمل المتحدة وصولا إلى ما حدث في باريس وأيضا في نابولي في إيطاليا ثم في أبو ظبي وأخيرا وصولا إلى مع مؤتمر أو قمة برلين ذات المخرجات ال 15 بندا التي سعت اطراف اقليميه كتركيا في المقام الاول الى القضاء عليه وايضا توفير كثير من استحقاقات التخريب الممنهج فيما يتعلق بالساحه الليبيه. اعتقد ما حدث في مصر بالامس يؤدي او يشيء الى ان هناك جهد مصري بذلته في مصر طيله الاسابيع والاشهر الماضيه ترجم باجتماعات مغلقه في الثلاثه ايام الماضيه استطاعت القاهره ان تحويها وتحتوي فيها كثير من العناصر او الاطراف الرئيسيه في الساحه الليبيه كخليفه حفتر وايضا
ما يعرف بعقيله صلاح رئيس مجلس النواب، هؤلاء وغيرهم شاركوا في اجتماعات ماراثونيه في القاهره، وفرت لديهم كل سبل النقاش المستفيض الايجابي من اجل انقاذ الوطن ليبيا. وبالفعل نجحت القاهره في هذا الامر، وتوصل الاطراف الليبيه مع القاهره الى اعلان هذه المبادره التي ارى انها تحمل كثير من العناصر المتكامله وتوفر استحقاقات الحل الإيجابي في ليبيا في المرحلة القادمة. شرط أن يكون هناك بالفعل تعاطي دولي كما رأينا خلال الساعات الماضية من حيث الإشادة والترحيب والاندماج مع تفاصيل وعناصر هذه المبادرة. يجب أن يترجم أيضا للضغط على تركيا، لأن تركيا والأسف الشديد وحكومة السراج تحتاج من المجتمع الدولي أن يكون لديها تفعيل القرارات الشرعية الدولية ذات الشأن طيلة السنوات الماضية بشأن ليبيا، لمنع تصدير السلاح ووقف أي نوع من نقل المرتزقة، وبالتالي جلب كل من حكومة السراج إلى دورة المفاوضات عبر مسار الحل السياسي الذي تحدث عنه الرئيس عبد السيسي باعتبار أحد العناصر الرئيسية في مبادرة إعلان القاهرة بالأمس. وبالتالي هناك عناصر عديدة ربما تكون هي تمثل فتحة صغرى كاملة في جدار الأزمة الليبية بعد غياب أو تعثر المجتمع الدولي لسنوات طويلة في توفير حظوظ النجاح لمسيرة النجاح الليبي. ما الذي يدفع تركيا للانصياع لهذه القرارات والمؤتمرات والمبادرات اللي خرجت من كل أنحاء العالم وبالتحديد من مصر هنا يعني تهدئة الأوضاع في ليبيا، طالما أنها مستمرة على سبيل المثال وفي إطار آخر في أطماعها مثلا في التنقيب عن الثروات في البحر المتوسط والاتفاقية الباطلة التي أبرمتها مع ما تعرف بحكومة الوفاق؟ ما الذي يدفع تركيا في هذا التوقيت للاستمرار؟ دفع موقف جدي دول مقيمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتفعيل قرارات الفصل السابع التي حتى هذه اللحظة مستخدمة فيما يتعلق بإنقاذ ليبيا طبقا لمنع تصدير السلاح، أيضا منع تصدير المرتزق وما إلى ذلك. يجب أن تفعل هذه القرارات في الأمم المتحدة وفرض عقوبات على تركيا وحشرها في الزاوية، ومطالبة المجتمع الدولي من خلال كثير من الإخباريات والاستحداثات الاستخباراتية العسكرية لأمريكا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي عبر العملية إيري لإمكانيات أن يكون هناك بالفعل إنزال عقوبات في الأسابيع وفي الأيام القادمة حتى يكون هناك انصياع تركي كامل بدون أن يكون هناك ضغط دولي من قبل أمريكا وروسيا في الحد الأدنى من التوافق الأمريكي الروسي. أعتقد تركيا ستسعى إلى أن يكون هناك استمرار لأعمال القتال وأيضا عسكرة الأزمة الليبية، لأن لديها أطماع فيما يتعلق بحقول الغاز والبترول الليبي لنتيجة أن هناك خسائر لتركيا في حرب سوريا على مدار أكثر من 9 سنوات دفعت ما يعادل 40 مليار دولار خسائر نتيجة توفير الغطاء لكل التنظيمات الإرهابية لدخول الأراضي السورية وأحداث ما حدث في سوريا من كوارث أدت إلى عودة سوريا سنوات طويلة إلى الخلف. وبالتالي هي تريد أن تكرر هذه المأساة في ليبيا أملا في الحصول على أطماع بترولية وغاز تعود الخسائر. وبالتالي هذا الأمر يحتاج أن يكون المجتمع الدولي على قلب رجل واحد هذه المرة، أن يحدث توافق أوروبي أمريكي روسي بفرض عقوبات وإلزامها والضغط على تركيا والزمها بسحب هؤلاء المرتزقه وعودتهم الى الشمال السوري وغازي عنتاب او التخلص منهم عبر محاكمات عاجله. كل هذه الامور واضحه في المحدده عبر محددات المبادره المصريه التي ارى انها مبادره تحمل عناصر النجاح الكامل والمتكامل لكل الفرقاء الليبيين، خاصه انها مبادره لم تستثني طرفا ليبيا، فتحت الباب امام الجميع يكون لديه مشاركه وحضور وان يلعب دورا كبيرا في المساهمه في الحكومه وفي المجلس الرئاسي وفي ايضا تشكيل دستور واعاده عوده وبعث الحياه الطبيعيه لليبيا بعد عام ونصف. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الرؤيه. هنروح سريعا لجريدة الجمهورية، عنوان شهادة جديدة لاقتصادنا الصامد أمام الأزمات، 5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر. جريدة المصري اليوم، وفي الشأن الداخلي كتبت مدبولي، صحة المواطنين على رأس أولوياتنا وبرنامج الإصلاح أسهم في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد. لو رجعنا مرة ثانية للأهرام والصفحة 4 و5 6 سنوات من الإنجاز، حماية صحة المصريين بأمر الرئيس، التأمين الصحي حلم المستحيل يتحقق بأيدي مصرية بمواصفات عالمية، تمكين الشباب إنجاز حققه السيسي بامتياز، المؤتمرات الشبابية منصة حوار مباشر مع القيادة السياسية. في جريدة الأخبار، 447 مليار جنيه لإنشاء 691 مشروع في خطة العام المالي المقبل، النقل والإسكان والكهرباء في الصدارة وبحث تمويلها بالسندات الخضراء.
هنرجع مع حضراتكم ونستكمل فقرات هذا الصباح، ولكن بعد موجز لأهم وآخر الأنباء فقط.